من ناحيه النجاح تعتبر مسيره خالد كلاعب افضل من كمدرب؟ لا بالعكس بالعكس. كان تشوف في تاريخ الترجي التونسي تلقاني لان ديزونترونير بلو تيتري في الترجي في الترجي هذه التونسي هز اربع تيتروات هز دوبلي اي 2006 هز شو هز كوب مع سيسليم وكنا نجموا نخلطوا حتى الشامبيونات باش نهز دوبلي عملتها ما خلطناش خلطنا على الكوب برك ربحنا فينال مع النادي الرياضي الصفاقسي مع سي عزيز هزينا الدوبلي وسنا مع سي حمدي هزي الشامبيونات وصلنا الدوني فينال 90% من الشامبيونز ليج 90 هذاك معناها المهم معناها النتائج ايجابيه وايجابيه جدا جدا